السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، وأيضا من خلال الخدمة الخاصة بالواتساب التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. انتشرت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وصعود الأحزاب الطائفية بشكل لافت كثير من المزارات في وسط وجنوب العراق، بالرغم من عدم صحتها وموثوقيتها من الناحية التاريخية. يعتقد كثيرون أن البعض يقوم باستغلالها بهدف الحصول على المال. أثارت حادثة الانهيار لمزار القطارة في محافظة كربلاء سخطا شعبيا كبيرا، ما أعاد الحديث عن هذه المزارات التي تشرف عليها في الغالب ميليشيات متنفذة على غرار مرقد كمون، مرقد سيد صاروخ الموسوي، حبش، سميتشة والطيفة وإلى آخره من هذه المزارات وهذه المسميات. من بين هذه المزارات والمراقد الوهمية التي أعاد الجمهور العراقي الحديث عنها ونشر مقاطعها هو مرقد خضروات بنت الحسن في ناحية المهناوية بمحافظة الديوانية أو بمحافظة القادسية. الآن دعونا نشاهد مشاهدينا هذه الكارثة التي تستهدف العقل الجمعي للمجتمع العراقي بهدف تجهيله، قبل أن نستعرض التعليقات لنشاهد. طبعا شايفه بس بالفيسبوك حسبال فوتو شوب مرقد العلوي خضروات بنت الحسن، طريق السياحي مدخل ناحية المهناوية ديوانية نجف. هاي اوقف اوقف خلينا نصور مرقد العلوي خضروات بنت الحسن، وهذا الشارع يروح لها، وهاي خضروات يعني بربكم امام معصوم يسمي بنته خضروات، يا عقل يا عقلها. والله انت على الفيسبوك اشوف حسبه الفوتوشوب بس طلع الصديق. نترك التعليقات للنشطاء في موقع فيسبوك الذين علق كثير منهم، طبعا وجئناكم بقليل من هذه التعليقات. محمد باقر يقول: مزارات وهمية هدفها كسب المال واستغلال الناس السذج. في تعليق عندنا من مصطفى يقول: ما دام بيه فلوس عايفي، هسه من تصير مصيبة يتبرون من المرقد. كنار تقول: ناس مستفادة فاتحة بيوت ومشاريع من هاي المزارات، ضحك على نوايا الناس البسيطة. وعندنا تعليق من زهراء تقول: العتب على الناس اللي تتقشمر وما يعرفون سلالة أهل البيت وتاريخهم، يمشون وراء كل من هب ودب. الآن مشاهدينا دعونا ننتقل مع حضراتكم إلى موضوع آخر لدينا في هذه الفقرة. أعلنت مديرية المرور العامة المباشرة بفحص متانة المركبات الإلكتروني بواسطة الجهاز الهزاز. أوضحت المديرية أن مبلغ الفحص الإلكتروني سيكون 30,000 دينار عراقي، وبينت أن المركبات التي توجد فيها عطلات يبلغ سائقها بالخروج من الفحص الإلكتروني لتصليح الأعطال وتعاد مرة أخرى إلى الفحص ولا تترتب عليه أي رسوم إضافية. تابعت أيضا أن مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي أمر أن يكون الفحص بشكل طبيعي وسهل ومهني وفني، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات كافة إلى المواطن العراقي. إلى هنا انتهى الخبر الذي نشرته المديرية العامة للمرور، لكن دعونا الآن نأتي إلى أرض الواقع. كانت النتيجة مغايرة تماما لما قالته المديرية العامة ومديرها، حيث رصد أو مديرها حيث رصد مواطنون أزمة سير بالقرب من مديرية المرور شمالية بغداد، الأمر الذي فاقم من المعاناة، خصوصا أن هذه الطرق بالأصل تعاني إهمالا كبيرا وأزمة سير خانقة في الوضع الاعتيادي. الآن لنستمع لشهادة أحد السائقين من هناك وهو يروي ما الذي يحدث في الشارع، لنستمع. يوم الأحد 21/8/2022، أول يوم صبح الدارة في المرور، الهزة من فقد التاجي على الازدحام،
ان انا يبعد تقريبا مسافه كيلو الى كيلو ونص. هذا واضح بالتصوير ذي شيء دائره جديده. هم شغل كله غلط وغلط. خط سريع يربط بين بغداد موصل بين المناطق الشماليه وبغداد. يعني مال الازدحام بوين مسافه؟ تقريبا الازدحام ما يقارب 5 كيلو. وين الشغل من مديريه المرور محمد؟ الشغل صحيح هذا؟ هذا الشغل من مديريه المرور؟ خلونا نتابع مشاهدينا التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. فارس يقول: المشروع فاشل ولا يمكن أن يستمر، سلامة المواطن في تحسين الطرق وبناء المجسرات وليس مشروعا فاشلا وبدون تخطيط. مروان يقول: مديرية المرور العامة خلقت لابتزاز الناس، وهذا كل ناتج أو نتاج حكم الأحزاب والمحسوبية والفساد اللي إلها أول وما لها تالي. أحمد يقول: هي شوارع العراق كلها بها هزات، ناقصين النوبة هزة المرور، كل قرارات الدولة ومؤسساتها ضد المواطن، حسبنا الله ونعم الوكيل. عندنا تعليق من محمد يقول: دولة عبارة عن أحزاب تشتغل ضد أحزاب والناس واقعة بها. نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام لإبداء تعليقاتكم بشأن ما نعرض في هذه الحلقة. ويانا أبو عمر من بغداد، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله قناة الرافدين والأستاذ المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد. بالنسبة كل ما يعني مديرية مرور العامة تحاول تخلي فد موقف إلها بأنه يرضي بها الشعب العراقي ويرضي بها السواق، فهذه من المستحيلات، لان مديريه مرور العامه الشعب العراقي هو يطلبها، فكيف انه الطالب بالمواطن العراقي بالهزاز وبهاي الامور؟ ما اكو كثير ناس عندها سيارات تعبانه ووضعها تعبان، زجاج تعبانه، البدلاتات، اللاجات، كل هاي الامور يتحاسب بها انه لازم تكمل سيارته من الدبلات ومن الاشارة الضوئيه وكل. نعم أبو عمر، يعني السؤال هو أنه هذه الغرامات اللي يتم استحصالها من سائقي سيارات في العراق، شنو مصير هذه الأموال؟ ليش هذه الأموال ما تتحول إلى طرق معبدة، إلى جسور، إلى أنفاق، إلى يعني طرق آمنة للسائق، وبعدين أجي أحاسبه على قولتك اللايت والباك لايت و سلامة السيارة؟ يعني هي سلامة السيارة من شروط، طبعا من شروط الأمان، ويعني نظافتها وصيانتها باستمرار هي تقي أيضا من الحوادث، لكن ليش ما نروح للأهم؟ اللي عنده سيارة نظيفة أو مو نظيفة، أو بها مشاكل أو ما بها مشاكل، يسوق على طريق كله حفر وكله طسات وغير معبد، ومخزي حقيقة أنه بعد 20 سنة من هذه الغرامات التي يتم استحصالها وماكو طرق بيها خير تمشي عليها سيارة. أكيد أستاذ محمد، يعني أكو بالمدير العام للغرامات، يعني كل القواطع اللي موجودة عندنا ببغداد والمحافظات، يعني يوميا ما يصير بالملايين أنه تروح بأموال هذه هجوم الفاسدين إلى مديرية المرور، ومديرية المرور هو المسؤول مالها. يعني اكو بعض الشعب خاطب مديرية المرور بأنه لازم تكون شواطئ، بأنه لازم الطرق الخارجية تكون نظيفة، بأنه الطرق الفرعية، كل هاي الأمور يطالب بها الشعب العراقي، لكن للأسف مديرية المرور العامة تبعد النظر عنها، يعني تقول أنه الأموال اللي تأخذها من الشعب والغرامات حولها إلى وزارة المالية. طيب من يكون إلى وزارة المالية أحسابي تلكم بها نسبة، يوم قلتم بها نسبة ما كان النسبة جميع تعملون، يعني تأخذون غرامات من الناس. يعني بالمقطع اللي عرضناه أبو عمر، بالمقطع اللي عرضناه تحدثنا أيضا وذكرنا البيان الذي نشر عن طريق مديرية المرور العامة ومديرها، والذي أمر بتقديم تسهيلات للمواطن، بمساعدة المواطن، بالتخفيف من أعباء المواطن المراجع وغيرها، وشفنا اللقطات الازدحام واكتظاظ السير والفوضى الموجودة. طيب هاي شلون راح تساعد المواطن وتخفف من على كاهله انه
لما يجي يراجع في هذه الدوائر يجد انسيابية، يجد مرونة، يجد سرعة بالأداء والإنجاز. شفنا فوضى، ازدحام، طريق مقفول، ويعني سيارات متجاوزة تنزل على الرصيف وتصعد على الرصيف. هل هذه هي المرونة والانسيابية التي أمر بها المدير؟ يعني هل هذه هي الطريقة التي تعمل بها دوائر الدولة بالعراق؟ أستاذ محمد، بالنسبة اللي قاله المدير مرور هذا غير عن الواقع الصحيح. الواقع الصحيح يعني من أي شخص هسه يراجع بالمدير المرور العامة، يعني كل الأمور لازم تكون مهتمة بالسيارة، يعني إذا فلاش إذا ركن الزيارة يطلع من الفحص، وإذا كانت عدة جامعة أمامية بزينة يطلع من الفحص. وهاي الأمور أكو ناس بعضهم عندهم ناس آلاتهم تعبانة وسياراتهم تعبانة وضعهم المادي ما ممكن يساعد، يعني أكو ناس عندهم سياراتهم تسوالهم 20 مرة خلينا نقول، يعني قبلها تصليح الجام والدبلات والدبلات وما شابه في ملحقات السيارة $80 يذبلها، يعني ما يعني خسارة ونفع ما تكلفه. فهاي الوزيرة العامة ما تقبل موافقته إذا مثل موافقة السيارة تكميلها بكل المواصفات اللي بيها يحملها كلها كاملة يلا تم الموافقة. نعم. شكرا جزيلا أبو عمر. نعم وصلت الفكرة. طبعا نظام الهزة اللي دي يريد العراق يعمل به هو نظام اصلا معمول به في كثير من الدول القريبه من العراق وحتى البعيده، ونظام جيد لادامه السياره والحفاظ عليها وعلى ارواح الذي يقود السياره ومن يركب معه. لكن هذه الدول التي تعمل بهذا النظام، بنظام الفحص المستمر الدوري للسيارات كل عام او كل عامين، هناك امور اخرى قد وفرتها للسائق، منها الطرق المعبده، منها الإشارات الضوئية، منها الأنفاق، الجسور، الطريق الصحيح الذي تسير عليه السيارة، وبعدين تأتي إلى محاسبة السائق بمخالفاته في عدم صيانة السيارة والحفاظ عليها، بالمخالفات التي يقوم بها في سيارته وما إلى ذلك. يعني راحوا للأهم ثم للمهم. أين الأهم في العراق؟ أين الطرق والجسور والأنفاق؟ أين الطرق المعبدة؟ أين الإشارات الضوئية؟ ويانا سيد أحمد من بريطانيا، تفضل. أبو أحمد حياك الله. حياتي سيد محمد العزيز، حقيقة تحية لك وإلى قناتكم الوطنية. أنا أول نقطة يعجبني أعلق عليها على مسألة الوزارات الوهمية إذا تسمح لي. هذه حالة جدا سهل، أنا ذكرت واحد للأستاذ أفاد أنه العملية أنه ضروري إرجاع وزارة الأوقاف إلى أصلها. نعم. لأنه بتقسيم الوقف الشيعي والوقف السني ووقف الأديان أولاً شزالت الفساد بشكل مو طبيعي. من راح ترجع إلى وزارة الأوقاف إلى أصلها تكون لجنة من مجموعة من الخبراء والباحثين في التاريخ يدورون على أصل هاي المزارات. أي مزار وهمي مباشرة يأمرون بغلقه. والله يحب المحسنين، لأن العملية أصبحت تجارة وأصبحت دكاكين. هذه حالها جداً سهل. رقم اثنين، من اليوم يقدر يغلق مزار أو يغلق مرقد تم استحداثه وهناك ميليشيات وهناك أحزاب تجني من وراء هذه المزارات وهذه المراقد الملايين، وهم الذين يقفون على حماية هذه الأماكن؟ من الذي يجرؤ اليوم على القيام بما تفضلت به؟ ما تقول إذا كانت دولة، والآن ماكو دولة، المجموعة من العصابات، عصابات تحكم البلد. إحنا إذا نتكلم بما نحلم به، بما نتمنى أن يكون، فهذا اللي إحنا نذكره إن شاء الله بالبرنامج. يعني مو فقط تشخيص السلبيات، أريد نضع الإيجابيات ونضع الحلول أمامه. بس إحنا متفقين بما ذكرت 100% أستاذ محمد، والدليل إنه أغلب اللي دا يحكمون الآن بالعراق هم كانوا خارج العراق وشافوا شنو الأنظمة الموجودة بالمرور. يعني أبسط حاجة هسه في بريطانيا أكو حاجة يسموها سنوياً MOT Motoring Organization Test. هذا ممنوع السيارة تمشي في الشارع إذا ما تحقق المطالب الأساسية، وهي أنه لازم الانبعاث ما يتجاوز الحد المسموح به اللي يأثر على البيئة، التايرات لازم السمك مالتها إلى حد معين، إضافة إلى أمور المتانة الأخرى. مع تشوف كل مسافة أكو فت كاميرا بالشارع حجمها متر مكعب، يا ويلو سواد ليلة اللي يعبر السرعة أكثر من السرعة المقررة، تجي له فيديو واصل للبيت مع الغرامة. للأسف هذه العصابة عايشين بهذه الدول ما نقلوا
أي شيء من هذه الأمور الشوارع. يعني سألت أبو عمر أبو أحمد، سألت أبو عمر قبل شوية قلت له الغرامات التي يتم استحصالها من قبل المرور العام، يعني غرامة عدم تركيب الحزام، حزام الأمان، الزجاج المظلل، القيادة بسرعة، مخالفة مرورية بسبب حادث، يعني هاي الأمور اللي يغرم عليها السائق، الفلوس مالتها اللي دا تروح ليش ما تستثمر في تركيب كاميرات المراقبة، زيادة عدد الإشارات الضوئية الموجودة، تدعيم قطاع المرور، وجعل القانون صارم على السائق حتى يلتزم بالقانون. يعني الفلوس هاي اللي دا تروح شنو مصيرها؟ المصير الضريبة أو الفلوس اللي يأخذوها من السيارات اللوريات اللي تدخل إلى المحافظات. تدري أنت كل لوري يجي إلى محافظة كربلاء أو إلى النجف أو إلى الرمادي أو يأخذون من كل سائق لوري 50,000 أو أكثر. فهذه مصيرها نفس مصير ذيك. وإلا لو كان فعلا أكو جهة مهتمة في هذا الموضوع تضع هذه الأموال. يعني أنا أقول لك بس تجربة إذا تسمح لي آخر شيء. أريد ما أطيل عليك إن شاء الله. أنا زرت مصر أكثر من مرة. اتفاجأت إنه الطرق الخارجية في مصر اكو بوابة بيها تدفع فلوس ابتداء من السيارة الصغيرة الى السيارة الكبيرة. صحيح. تبدي من جنيه الى 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 ان توصل مثلا 3 جنيه. سألتهم هاي شنو فائدتها؟ قالوا هاي فائدتها الدولة ما لها علاقة بعد في صيانة الشارع وفي انارة الشارع وفي رواتب الموظفين. هذه الواردات اللي تجي تدخل الى صندوق، هذا الصندوق يتكفل بكل هذه الامور. هسه انتم تاخذون فلوس، مو بدك تاخذون فلوس، بدك تاخذون غرامات وضعوها في المكان الصحيح اللي يخدم المواطن. يعني مو بس غرامات، ايضا يعني التجديد السنويه، سنويه أحسن السياره، أحسن رخصه أحسن القياده. أحسن طبعا اللي تتفضل به بخصوص مصر هو معمول به في معظم دول العالم. نعم شركات نعم شركات بشراكه حكوميه تقوم على انشاء طرق وتعبيد طرق وجسور وانفاق، ويكون هناك بوابه للدفع تقوم على سداد ما كلف الدولة من أموال على طيلة مثلاً فت 50 سنة 100 سنة. إذا تسمح لي آخر شيء، إذا تسمح لي آخر شيء أبغى أطلع عليكم. أنا أكو جسر كان بيربط بين لندن وبين ويلز. هذا الجسر تدفع، كنت من تعبره تدفع تقريباً ما قيمته 5 باونات يعني 10,000 دينار. إلى أن طلعوا فلوسه أفوا الناس من الدفع وصار العبور عادي. مثل ما تفضلت حضرتك، يعني احنا المشكله العصابه ما عندها شغل وعمل غير بس السرقه والهاي. اشكرك جدا استاذ محمد. شكرا جزيلا سيد ابو احمد من بريطانيا. حقيقه وهم يعلمون، يعني اكو انا اتابع حقيقه في القنوات الحكوميه، حتى هناك ايضا البرامج المعنيه بالمرور وما الى ذلك، هم يشخصون المشكله، لكن من يشخص المشكله ليس بيده الحل، وبالتالي هو يجب ان يعود الحل الى صاحب القرار. صاحب القرار ما الذي يفعله الآن؟ ما الذي فعله خلال هذه السنوات التي مضت من 2003 إلى اليوم؟ ما الذي كان يفعله خلال تلك السنوات؟ الأموال التي تقوم بجبايتها وزارة الداخلية أو دائرة المرور العامة أموال طائلة من تجديد السنويات، من الغرامات المرورية وما إلى ذلك. هذه الغرامات أو هذه الأموال التي تدخل كان بإمكانها أن تشيد طرق جديدة، جسور جديدة، تقوم بتشييد أنفاق جديدة، تقوم بإدارة وصيانة الطرق الموجودة، تركيب كاميرات المراقبة، الإشارات الضوئية وما إلى ذلك، من سلسلة طويلة حقيقة من الاحتياجات الآن بالنسبة للبنى التحتية وبالنسبة للطرق والجسور الموجودة في العراق. حال مأساوي اليوم في شوارع بغداد وفي بقية المحافظات طبعا. سعد من الكويت تفضل، حياك الله. يا هلا بيك، حياك الله ودوم استاذ. انا حبيت اسالك سؤال، متى ينهض عراق المستقبل الزاهر؟ متى ينهض نشان العراق المستقبل الزاهر؟ وانتم مقبلين ان شاء الله على مستقبل زاهر يا استاذي. نعم ان شاء الله. المستحقات الرواتب المتاخره، وكذلك ايضا يا استاذي ما سبب الجفاف اللي هو السدود والأنهار والمياه. نعم. ومن لوثها يا أستاذي يجد يحاسب دوليا ومحليا. وآخر الكلام، أكلون المافيات وبقارون وفروخة وتحيات. شكرا جزيلا سيد سعد من الكويت، أشكر حضرتك للمشاركة. كل ما تفضلت به هذه الأسئلة إن شاء الله يجيب عليها العراقيون، وهناك أسئلة كنا قد أجبنا عليها مرارا وأجاب عليها غيرنا.
خلونا نكمل مشاهدينا الكرام مع حضراتكم حلقتنا لهذا اليوم. كشفت وزارة الموارد المائية الحالية عن إيقاف عدد من محطات تحلية المياه في محافظة البصرة بسبب ارتفاع الملوحة في المصادر التي تغذي المحطات، ما يهدد بهجرة السكان. بحسب مديرية مياه البصرة فإن نسبة الملوحة في محطتي الجبيلة والرباط بلغت مستويات عالية، ما دفعها إلى إيقاف المحطتين وقطع المياه عن المواطنين. أضافت المديرية أن ما تبقى من مياه في الأنهار الرئيسة في المحافظة لم يعد صالحا للاستهلاك البشري، الأمر الذي ينذر بكارثة كبيرة. جاء طبعا إيقاف عمل هذه المحطات متزامنا مع عودة مشاهد تلوث مياه الشرب الواصلة إلى منازل المواطنين في البصرة، والتي وعد محافظها في السنوات السابقة بحل هذه المشكلة جذريا بعد أن تسمم المئات نتيجة تلوث المياه، وهذا أدى طبعا إلى خروج تظاهرات في عام 2018 بسبب هذه الأزمة. الآن سنشاهد مقطع متداول لمواطن عراقي يوثق حال المياه الواصلة إلى منازل المواطنين في منطقة الجمهورية مركز محافظة البصرة ومن قضاء أبو الخصيب. خلونا نشوف. هذا الماء مال البصرة منطقة الجمهورية، وهذا الماطور صالح كيف على حاله. حق الله طاف يقولون دابين لي بس وندل، وهاي هاي خليها لكم ساعة كاملة والله. هذا ماي دا يجينا من المشروع، من مشروع مهجران. هذا الماي شوفه، شوفه هذا الماي من مهجران. أم خاف تقول الماي ترسينه. ها شوفه هذا الماي بعد، هذا الماي يعني بعد وين تيجي توصلون؟ التعليقات لكم مشاهدينا الكرام بشأن كل ما تشاهدون في حلقتنا وفي باقي الحلقات. محمد الموسوي يقول جريمة بحق الإنسانية، البصرة أغنى مدن العالم وما يما بها، كارثة والله. عندنا تعليق من علي يقول الخلل من مدراء المشاريع، إذا الخزانات تبقى سنة كاملة بدون تنظيف ولا تعقيم طبعا يوصل للمواطن طين. أياد يقول أصلا البصرة كل المناطق نفس الحالة، الشكوى لله. وعامر يقول حكومة محلية عاجزة، مع العلم تعهدت عام 2018 بإنهاء ملف المياه. الوعود الحكومية، كم وعد أعطي للعراقيين لتحسين الأوضاع في العراق، لكن هذه هي النتيجة بعد كثير من الوعود. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى الموضوع الرابع لدينا في هذه الفقرة، ننتقل إلى تخبط وزارة التربية، حيث أعلنت الوزارة قبل 6 سنوات عن تجربة جديدة في مدارس المتميزين لتحويل مناهجهم للغة الإنجليزية. وعدوا في حينها أو وعدهم كل من وزير التربية ووزير التعليم العالي بكتب رسمية بإعطائهم امتيازات منصفة. فجأة تغير كل شيء، حيث أعلنت وزارة التعليم عما وصفتها بالامتيازات التي دمرت مستقبل الطلبة المتميزين وفقا لأولياء أمورهم، بعد أن قللت الوزارة نسبة المقبولين للمجموعة الطبية ب10%. لم تكتفي الوزارة بهذا، بل هي متهمة أيضا بتزويد الطلبة بأسئلة مليئة بالأخطاء العلمية واللغوية، الأمر الذي دفع الطلاب للخروج بمظاهرات في بغداد وفي محافظات أخرى ليصدمهم وكيل وزير التربية بقوله إنهم ليسوا متميزين ولم يجبرهم أحد على الدخول لهذه المدارس، على الرغم من منع وزارة التربية نقلهم من مدارس المتميزين بكتاب رسمي، فضلا عن تصريح وزير التعليم العالي بأنه ينوي إنعاش التعليم الأهلي بالطلبة المتميزين. خلونا نشوف. الاهلي الاهلي
مش عداله بهالوطن والحايط نصيف مش عداله بهالوطن والحايط نصيف وراح تحطمه لك مو هذا متميز وتنزل لاهلي طبعا كما قلنا ليست فقط في بغداد، كانت في محافظات أخرى، لكن في بغداد الحكومة كعادتها تعاملت وتتعامل مع أي تظاهرات بالذراع الأمني، تظاهرات الطلبة المتميزين مشاهدينا الكرام، المتميزين الأوائل على العراق، المجتهدين المتفوقين الذين يطالبون بحق مشروع، يطالبون بالدخول إلى كلية طبية، إلى الجامعات المتميزة، إلى الكليات القوية، من أجل أن يخدموا بلدهم وأنفسهم. بعد أن تظاهروا للمطالبة بحقهم أطلقت الحكومة ذراعها الأمني واستدعت قواتها لقمعهم وتهديدهم بالاعتقال مع ذويهم في مشهد يبين الحال الذي وصل إليه العراق. خلونا نشوف هذا الجانب من ملاحقة القوات الأمنية، قوات مكافحة الشغب للطلبة أمام مبنى وزارة التربية في بغداد. طبعا العراقيون في موقع تويتر تفاعلوا مع وسم أنقذوا الطلبة المتميزين. خلونا نشوف بعض التغريدات التي جاءت بشأن هذا الوسم. فواطم تقول: تدرون 6 سنوات كاملة، 6 سنوات من العمر قضيناها تعب وانهيارات وانكسارات، وخسرنا كل شيء على مود نحصل حقوق، وبالتالي ما يقبلون. بس تصوروا الأمر. حوراء تقول: 6 سنين تقرأ أكثر من غيرك وتبذل جهد إضافي ونوم مشايف، وبالسادس تقرأ وزاري بغير لغة، وتجيك أسئلة تعبانة مليانة أخطاء، وحالك حال الضيم، وين ما تروح يلزقوك بمحد جابرك، وتجيك امتيازات حرام تسميها امتياز. ليش يعني هيك دائما حقوقنا ضايعة بهالبلد؟ نور تقول: في دول الجوار مثلا تركيا والسعودية وباقي دول الخليج يهتمون بالطالب أو بالطلاب المتميزين ويوفروا لهم منح في أرقى الجامعات بالعالم، ما عدا التكفل بهم ماديا ودعمهم نفسيا. نحن لا نقل قيمة عن باقي زملائنا في دول الجوار، كفاكم سرقة حقوقنا كي تنعشوا جيوب الأحزاب الفاسدة. عندنا تغريدة من دعاء تقول: نود أن نقول إن الطلاب المتميزين ليسوا سلعة لبيعها وشرائها لإنعاش الكليات الأهلية. إذا كنتم بلا قيمة فإن طلابنا لا يقدرون بثمن. الطلاب المتميزون ليسوا أدوات لعقد صفقاتكم الفاسدة. سيقف الطلاب المتميزون بحزم للدفاع عن حقوقهم حتى آخر نفس. خلونا نتابع بعض الاتصالات مشاهدينا الكرام. معنا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، كل الدول تفتخر بأبنائها من الطلبة والكفاءات. نعم. لكنه بالعراق للأسف الشديد يعني يحاولون ينشرون الجهل والأمية والتخلف بين الناس. نعم. فأشوفهم جاي يحاربون الفكر الحر بكل تصوراته. يعني مثل دولة يعني هذه ثروة وطنية، مثل دولة الطلاب المتميزين ثروة وطنية. نعم. المفروض إذا عندنا يعني دولة وعندنا حكومة يعني تفتخر بالدولة الطلاب المتميزين، كنت توفر لهم كل احتياجاتهم كل اللي يردوه. لكنه للأسف الشديد قلت لك ناس يعني ما عندهم اي
دور للعلم. فانت جاي شوف استاذ محمد يعني سمعنا شلون جاي يبكوا على بحيره من الجهل من التخلف. انت بدايه مقدمه البرنامج ذكرت صبروات وذكرت صاروخ، فهم يبدون يمشون الناس على هاي التفاهات وعلى هاي التخافات والخرافات اللي ما لها اي معنى. دائما هم يعني الرجالات هذه اللي تحمل هذا الفكر الجامد والفكر المتحجر تكون عدو للطالب المتطور والطالب المتميز. فهاي من النتائج مالتها. سيد يعني سيد عبد الرزاق، المشكله في الموضوع بالعراق بالنسبه للطلبه المتميزين مو بس ان هم تم اهمالهم من قبل الوزارات، هم وعدوا بالقبول في الكليات الطبية، وعدوا بامتيازات جيدة. اللي صار انه بعد 6 سنين من الوعود اخذوا بس 10% من المتفوقين المتميزين، والباقي مثل ما شفتهم بالشارع يطالبون بحقوقهم، وطبعا هذا جزء منهم، وتم الاعتداء عليهم من قبل القوات الامنية. طيب بعيدا ان انتم دولة فاسدة، لكن ليش تستخدمون العنف في كل مرة يطلع مواطن عراقي يطالب بحقه؟ نعم. كل ما بني على باطل فهو باطل. العملية السياسية بنت على المحافظة والطائفية. نعم. هذول العشرة أم المحسوبين المسؤولين يعني ما اختاروا دول هيك يعني على كفاءته مالي. هذا إذا ما عنده ظهر ساندة بالعضو بالنار وزير ووكيل وزير فما يختارهم. الفقير ما حد بحاله. فانت جاي تشوف دول اللي رفضوهم واستقبلهم هذه ما لهم ظهر. هو اليوم هذا وهذا وضع البلد، هو هذا امر الواقع اللي جاي نعيشه. يعني اليوم الوسطات هي اللي جاي تمشي، واما يعني تقدير العلم، تقدير الفكره، تقدير الشهاده اللي يحملها، هذه ما لها اي دور. استاذ محمد احنا اليوم جاي نعيش معاناتنا ما تكفي بوجود هذه الطبقه السياسيه اللي جابت لنا كل الوين وكل يعني احنا صراحه الشباب حق الحمد لله حق يعني الشباب متحرك الشباب واعي، لكنه الاكثريه استاذ محمد احنا يعني محتاجين الى وعي، ثوره وعي حتى الشاب العراقي يفهم الحياه اللي جاي يعيشها. لا يضحكون عليه المعممين وغيرهم ويمشون بالخرافات. احنا يعني بنشوف هيك متميزين صراحه يعني نفتخر بهم احنا كمواطنين، اما كدوله لا. احنا نريد يعني ينتشر الوعي بين افراد الشعب العراقي حتى نقضي على هذه الجراثيم اللي تحتل العقول مال الشباب مالتنا. فاذا صار عندنا وعي صدقني يا استاذ محمد ما يبقى اي انسان يعني يحمل فكر يستمر على الوضع بالعراق. لكنه للاسف الشديد يحاولون بكل ممارساتهم وكل ما يحملونه من قوه ان يعني يبعدون الشاب العراقي ويبعدون يعني الكفاءه العراقيه من الحصول على استحقاقها. هذا اللي جاي العالية. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل، اشكر حضرتك. ويانا السيده ام علي من بغداد، تفضلي يا ام علي. وعليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد ما يخص وزارة التربية. نعم. وزير التربية لو أنا بداله صارت فضيحة كبيرة عندما صرفت الأسئلة الامتحانية مع ثالث متوسط. نعم. من يستحق الوزارة هذا الوزير؟ لكن من يستفيد؟ هاي من ناحية. من ناحية أخرى الشعب العراقي ليش حالته المادية تعبانة؟ استاذ محمد احنا بنعيش دول، احنا بنعيش اليمن، لبنان، بالإضافة إلى إيران، وهسه ظهرت لنا مصر والأردن. استاذ محمد دولة كلنا يعني بس تصحيح فقط بسيط. العراق اللي دي يحكمون العراق دي يعيشون ميليشيات إيران في تلك الدول. نعم مضبوط استاذ محمد، نعيش الميليشيات مع إيران في تلك الدول. يعني الشعب اليمني واللبناني خطيه قاتلهم الجوع. نعم هاي من ناحية. حتى هاي الحسبة لا وقام بها التيار والإطار. أنا أشك بها أن الشغلة تمثيلية. ليش أستاذ محمد؟ ليش؟
فوتون الموازنة مع 2022 إذا شكلت حكومة لم يضعون موازنة حتى يضيعون موازنة 22 سوى هاي التمثيلية على الشعب. نعم. لأنه مثل ما ضاعت موازنة 2014. نعم هي هاي الحقيقة أستاذ. نعم. هذا تلقى الشعب ميت من جوع. ومن ناحية المراقب الدينية الوهمية مراقب دينية وهمية يعني أو على الأموال يحصل على أموال. نعم. الناس تجذب لأموال هذا السبب. وحتى استاذ يعني اللي بصورة عامة. طيب هاي الأموال اللي تنذب بالمراقد الدينية وبالمزارات شنو مصيرها وين تروح؟ هاي استاذ مصيرها بعيدة عن موازنة عن خزينة الدولة. هاي لل دينية. نعم. راجع الدينية هاي خاصة لهم يعني أنا أتصور موازنة العراق بصفحة اللي تدخل للمراقد الدينية مجهزة. نعم. استاذ بس كلها تروح هنا تبع إيران. نعم. كلها الإيران واستاذ. طيب. في أي بلد أنا برأيي في أي بلد يدمر هو الله سبحانه عندما يبتعدوا كالبلد عن عبادة الخالق ويعبدون المخلوق. نعم. في بلد أي بلد. نعم. سيدة أم علي أنا أشكر حضرتك وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك للمشاركة معنا. سيد أحمد من مصر تفضل سيد أحمد حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. بالنسبة لإيران للنظام الملاذ في إيران والتغول في المنطقة. نعم. بالنسبة للعراق خربوا العراق وخربوا سوريا. نعم. وخربوا لبنان أنا سافرت لبنان كان شعب لبنان شعب مثقف وشعب صديق وكان بيحب المصري أولا. نعم. وكان شعب كريم أنا سافرت هناك وكان شعب محترم والله أنا زعلان على الشعب ده لأن شعب مثقف وكان بيحب المصري. نعم. بيعتبرونا أخ إخوات لهم فهم الملاذ نظام الملاذ خرب هذول الثلاث دول يعني كان لبنان كان دولة لها ناس كانت مبسوطة والناس كانت عايشة أحلى عيش وجي عندك حزب الله اللبناني بتاع نصر الله خربه لأنه هو موالي كل بيعمل الأجندات إيران في المنطقة. نعم. فأنا بقول كلمة واحدة للدول العربية إنها تتحد يعني تبقى لها كلمة بعيد عن الكيان الصهيوني ولا أمريكا لأن دول أعداء الأمة برضه. نعم. لأنهم يريدون تفتيت الأمة يعني عندك في العراق البلد فيها سلاح من سلاح زي ما أنت بتقوله. نعم. يعني فيها سلاح يحارب دول يعني كان في الحرب العراقية الإيرانية يحارب دول الشعب معاه سلاح والميليشيات معاه سلاح والجيش واقف والشرطة واقفة أنا شايف بشوفهم زي ما بتبصوا على حضراتكم فالمفروض البلد دول على بس مع البلد دي تحرير الشعب العراقي من الميليشيات لان من بناء على باطل فهو باطل ولا كلام غلط يا استاذ محمد فالمفروض الدول العربيه تتحد بالنسبه للمصطفى الكاظمي شويه يعرف مع الميليشيات يعمل عرض عسكري وشويه يقول لك انا مش هو مش عارف اصلا يحمي نفسه يعني بالنسبه لبيته هم ضربوا بيته يعني كل ما واحد يتكلم شريف يعني واحد زي رئيس المخابرات واحد غير جمعة ناس بيقولوا عليه اسرائيلي لانه هو ضدهم يعني بيشوف كل ما واحد يكشف النظام الحالي في العراق اللي مولي لايران بيقولوا عليه اسرائيلي لانه فاهمهم فانا بقول بلاش الدول العربيه والاسلاميه انها تتحد. شكرا جزيلا سيد احمد من مصر انا اشكر حضرتك للمشاركه وصلت الفكره دعونا نكمل ما لدينا مشاهدينا الكرام في فقراتنا. استذكر ذو ضحايا مجزرة جامع مصعب بن عمير في قرية إمام ويس جنوب مدينة بعقوبة في محافظة ديالى والتي راح ضحيتها أكثر من 70 شخصا. استذكروا قرار الحكومة بالإفراج عام 2020 عن المتهمين حيث وصفوه بالجائر. بالرغم من أن قرار القضاة والقضاء
حكما أن إقرار القضاء حكما بالإعدام ضد الجنات إلا أنه تراجع بعد ذلك عن هذا القرار بعدما أنهى المحكومون 5 سنوات في السجون من دون أن ينفذ حكم الإعدام بهم. قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية سلط الضوء على المجزرة وتفاصيلها في ذكراها 8. لنشاهد. ننتقل الآن معكم مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. اتهم ناشطون ومدونون على وسائل التواصل الاجتماعي الحكومة بالتقصير في حادثة مزار القطارة في محافظة كربلاء. ألقى الناشطون باللوم على الحكومة في مصرع المحتجزين تحت ركام التل الترابي داخل المزار نتيجة عدم تضافر الجهود أو إعلان استنفار عام للجهات المختصة، وهو ما اعتبروه عدم اكتراث من أصحاب السلطة للفرد العراقي، حيث لم يكن تفاعل الحكومة مناسبا مع حجم الكارثة. دعونا الآن نتابع هذا الوسم. قطارة الإمام علي عمر حبيب يقول: حدث آخر يمر بحزن، بصراحة لم يبقى شيء إلا وتدخل الفساد به لقتل العراقيين، حتى وصلنا لاستخدام الدين كسلعة يتاجر بها بعض الرخصاء لينضم إلى قائمة طويلة من الإهمال، الفوضى، الانهيار، وكل هذا على حساب أرواحنا. تغريدة من سجاد الغريب يقول: بسبب الفساد الموجود داخل البلد صار عندي شعور أي حادثة ممكن تصير هي مفتعلة 90% بأيادي خبيثة تحب تشغل الرأي العام. الضحية الناس الأبرياء فقط. الرحمة والمغفرة لضحايا قطارة الإمام علي عليه السلام وتعازينا لعوائلهم، ربي يصبرهم. عندنا تغريدة من محمد فوز اللامي يقول: من تفتحون الأبواب وتجمعون فلوس التبرعات هذا المقام عائد لكم، أما من تحصل فاجعة نتيجة الإهمال وتكون ضحيتها عوائل وأطفال يكون المكان غير عائد لكم. الله يرحم الضحايا ويلطف بالأحياء منهم. عندنا تغريدة من أحمد يقول: ثمن الفاسدين والمنتفعين من أصحاب المليارات تدفعه الطبقة المسحوقة من الشعب. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.